بشير حي فينا ولذلك عادت قضيته الى قوس العداله بعد 34 عاما. هذا ما يقوله البشيريون من رفاق واهل واصدقاء. ففي 25/11/2016 عادت قضيه 14/9/1982 الى الواجهه. قضيه بشير ورفاقه 32 عقدت جلسة المحاكمة الأولى في غياب المتهم الأول باغتيال البشير حبيب الشرتوني الذي صدر قرار ظني بحقه طالبا له الإعدام فأوقف وبدل أن ينفذ بحقه الإعدام هرب الشرتوني من السجن يوم دخل الجيش السوري إلى رومي في 13 تشرين الأول 1990 لكن رغم ذلك القضية لا تموت يقول نجل الشهيد وزوجته اذا حبيب الشرتوني ما انلقط نحن بدنا انه يطلع حكم حتى لو ولو غيابيا واذا القوى الامنيه ما خبر وينو حبيب الشرتوني عليها هي آه, تلقي القبض عليه بتعرفوا وين محله ما بتعرفوا وين نحن ما بنعرف نحن ما بنعرف ونحن حاطين املنا كبير بهالعهد الجديد حاطين املنا كبير ب آه, بالقضاء نحنا مستمرين ورح نحصل حقوق بشير وكل الشهداء بحز بقلبي انه نطرت 34 سنه تاجي على العدليه لاول مره شوف المحاكمه تبع قتله بشير ونحن رح نكمل نلاحق هالقضيه ميتنا ما بيموت اجراءات شكليه حصلت في الجلسه الاولى، والمحامون شددوا على ضروره تحقيق العداله ولو بعد حين مؤسسه العداله في لبنان يجب ان تعود وستعود، القاتل ليس مجرد شخص وانما كان اداه بيد منظومه معينه لا تزال اعمالها الارهابيه مستمره ليس في لبنان فقط وانما على مدى هذا العالم العربي كله من المحامي عبد الحميد الاحدب اقول لقد خرجت من محاكمه قتلت ابنتي جمانه بالعفو الذي صدره كما كل عفو كان يصدر بعد كل مجزره في تقاليد تحرير فلسطين من جون وعيون السمان ومن حلب واللاذقيه والقصير. هذا وارجأ المجلس العدلي المحاكمه الى جلسه ثانيه في 3/3/2017 الساعه الثالثه بعد الظهر وامهلت المحكمه المتهم حبيب الشرتوني 24 ساعه لتسليم نفسه. وإذا لم يفعل، تصدر مذكرة توقيف غيابية بحقه. كذلك طلبت المحكمة تصدير مذكرة إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية للتأكد من وفاة المحامي نبيل العلم المتهم بتجنيد الشرتون والتخطيط والتدبير لعملية اغتيال بشير